وأقول له يا أبا اليزيد إن الليلة هي عيد النصارى فتوضأ واذهب إليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضأ أبو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة، ولما قام أبوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم أنا لا أستطيع أن أتحدث، وبينما رجل محمدي دخل الدير علينا، فقالوا له يا أبانا وما أدراك أنه محمدي؟ فقال لهم إن أصحاب محمد فيما هم في وجوههم من أثر السجود. فلما أشار إلى أبي اليزيد وقال له اخرج، قال أبو اليزيد والله لا أخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. فقال أبوهم سنوجه إليك أسئلة، إن أجبتنا عنها آمنا بنبيك، وإن عجزت عن سؤال واحد لن تخرج إلا محمولا على أكتافنا قتيلا. فقال أبو اليزيد سلماشي، فقال البابا ما هو الواحد الذي لا ثاني له، وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما، وما هي الثلاثة التي لا رابعة لها، وما الأربعة التي لا خامسة لها، وما الخمسة التي لا سادسة لها، وما الستة التي لا سابعة لها، وما السبعة التي لا ثامنة لها، وما الثمانية التي لا تاسعة لها، وما التسعة التي لا عاشرة لها، وما هي العشرة التي تقبل الزيادة، ومن هم الأحد عشر أخا، وما هي المعجزة المكونة من اثنتا التي أخبر أحد أفرادها بأنهم ثلاثة عشر، وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله، وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه، وما هو القبر الذي مشى بصاحبه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره، وما هي الأشياء التي خلقت من غير أب ولا أم، ثم ما هي الثاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات أمرا، وما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا، في كل غصن 30 ورقة، في كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل واثنان في الشمس. أجب يا أبا اليزيد. وقام أبو اليزيد وقد ألقى الله برد السكينة في قلبه، فقال له أما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله أحد، وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وأما الثلاثة التي لا رابع لها فأعذار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه، إذا ركب في السفينة غرقها، إذا لقي غلاما فقتله، إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، قال هذا فراق بيني وبينه. الأربعة التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. الخمسة التي لا سادس لها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الستة التي لا سابع لها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قال له القسيس فلماذا؟ قال في آخر الآية وما مسنا من لغوب.
فقال أبو اليزيد: لأن اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أصابه التعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم الله: وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا حتى نستريح. أما السبعة التي لا ثامن لها، الذي خلق سبع سماوات طباقا، الثمانية التي لا تاسع لها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، التسعة التي لا عاشر لها، هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له البابا اذكرها. قال له: اليد والعصا والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ما العشرة التي تقبل الزيادة؟ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، والله يضاعف لمن يشاء. من هم الاحد عشر اخا؟ اني رأيت احد عشر كوكبا اخوة يوسف. ما المعجزة المكونة من اثني عشر شيئا؟ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ما هي الاسرة الثلاثة عشر؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فاحد عشر اخا وشمسا وقمرا، اي ابا واما، هؤلاء ثلاثة عشر. ما الاربعة عشر شيئا؟ التي كلمت الله، قال له: السماوات السبع والارضون السبع فقضاهن سبع سماوات في يومين. ثم قال الله للسماوات السبع والارضين السبع: ائتيا طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين. ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟ يونس، فالتقمه الحوت وهو مليم. ما هو الشيء الذي تنفس وراءه فيه؟ والصبح اذا تنفس. ما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ كيد النساء، ان كيدكن عظيم. ما الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ صوت الحمار، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ما الاشياء الذين خلقها الله من غير اب ولا ام؟ ادم عليه السلام، والملائكة الكرام، وكبش اسماعيل، وناقة صالح. من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ اخوة يوسف. جاءوا اباهم عشاء يبكون، وقالوا لابيهم: اكله الذئب. ومع ذلك قال لهم يوسف: يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. من الذين صدقوا ودخلوا النار؟ قال له اقرا قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال له: ما هي الشجرة المكونة من اثني عشر غصنا، في كل غصن ثلاثون ورقة، في كل ورقة خمس ثمرات؟ وقبل ان يجيب على هذا السؤال قال له: اجيبك على الذاريات ضروا وهي الرياح، والحاملات وقرا وهي السحب التي تحمل الامطار، والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على سطح البحر، المقسمات امرا وهم الملائكة الذين امرهم الله بتقسيم الارزاق والحسنات والسيئات وكتابتها. اما هذه الشجرة فهي السنة، فيها اثنى عشر غصنا، اي اثنى عشر شهرا، في كل غصن ثلاثون ورقة، اي ثلاثون يوما، في كل ورقة خمس ثمرات، اي خمس صلوات، ثلاثة في الظل، المغرب والعشاء والفجر، واثنان في الشمس، الظهر والعصر.
ثم قال أبو اليزيد للبابا: إني سائلك سؤالا واحدا فأجبني عليه. قال له: سل يا أبا اليزيد. قال له: ما هو مفتاح الجنة؟ فوقف البابا صامتا فقال الجالسون: تسأله كل هذه الأسئلة فيجيبك، ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الإجابة. فقال لهم: والله إني أعلم الإجابة تمام الحلم، ولكني أخاف منكم. قالوا له: قل ولا تخف ونحن وراك. فوقف البابا وقال: مفتاح الجنة لا